عقيد منال عاطف، إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة بقطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. تكلمينا النهارده عن المؤتمر والعنف، وخصوصا الأحداث الأخيرة اللي حصلت في التحرير. حضرتك يا معلش، يعني هي نتيجة المتغيرات والظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية اللي البلد بتمر بيها، حصلت ازدياد في موجة العنف اللي وانتهاك لحق المرأة في إنها تنزل تعبر عن رأيها، إنها تنزل تلبي مطالبها حتى الشخصية. لمسنا والمجتمع كله لمس ازدياد ملحوظ في انتهاك للمرأة وانتهاك لحقوقها وإن هي تمارس حريتها. وزارة الداخلية، السيد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، قام باستحداث كيان شرطي متخصص بيتبع قطاع حقوق الإنسان تحت مسمى إدارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة. الإدارة دي بتعمل على شقين، الشق الأول توعوي، الشق الثاني هو متابعة الواقع بعد حدوثها، وده الدور اللي احنا بنقوم بيه. الإدارة دي فيها عدد من الضابطات من العنصر النسائي، على أساس إن الفتاة أو السيدة اللي تعرضت لأي انتهاك لما تعرف إن في سيدة زيها من جهة أمنية هي اللي هتكون موجودة معاها في تلقي البلاغ، في كافة الإجراءات اللي حتى إن لحد ما تاخد حقها، فده بيشجعها أكتر أولا على عملية الإبلاغ، ثانيا إن هي ما ترجعش وتتنازل عن البلاغ اللي هي قامت بيه، ثالث حاجة ان هي تقدر تحكي اللي حصل معاها بالظبط بدون ما تتحرك او تنكس. وده الدور اللي احنا بنقوم بيه دلوقتي او قمنا بيه بالفعل، ان احنا في تواصل مع المجني عليهم في جميع الوقائع اللي حصلت، وفي الوقائع الاخرى اللي ابتدت لينا من الجهاز، من اجهزة وزارة الداخلية او من الوزارات المعنية في هذا الشأن، بيتم التواصل معهم كلهم من خلال ادارة متابعة جرائم العنف ضد المرأة. اتطورت من وقت للآخر، خصوصا في الفترة الأخيرة على الفيسبوك وعلى أنواع التكنولوجي، إزاي الخدمة بنقدر إن إحنا ناخد موقف من ضد اللي بيتحرشوا؟ أهم حاجة حضرتك إن المجني عليها تقوم بعملية الإبلاغ، أو اللي بتتعرض مثلا لإرسال رسائل فاتحة على الجهاز الهاتف المحمول بتاعها أو اللابتوب أو الكمبيوتر الخاص بيها، هي بتتوجه على الفور لإدارة المعلومات والتوثيق، وهي الجهة الفنية المختصة بفحص مثل تلك البلاغات، وهم فعلا بيقدروا يعملوا تتبع اللي بيرسل مثل هذه الرسائل أو مثل تلك الصور والمطبوعات الفاتحة لحد ما بيتم القبض عليه وبيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حياله.